تحت عنوان الاستشارة العسكرية والتدريب تتحرك القوات الأمريكية وحلفاؤها في العراق. عشرات الجنود الأمريكيين استقروا في قواعد أنشئت في الأنبار غرب العراق وشمال غرب نينوى في اليعربية، مع استمرار استقدام جنود إضافيين من المارينز مع معداتهم التي تتجاوز التدريب بعد وصول مدفعية بعيدة المدى وبنظام تحديد الأهداف عبر الأقمار الاصطناعية. وعلى الرغم من تضارب المواقف السياسية رفضا وقبولا، فإن تحركات واشنطن والتي يصفها البعض بالاحتلال الجديد كانت محل ترحيب من قبل ائتلاف متحدون. القوات المحلية قد تكون تحتاج إلى تسليح وأمور أخرى، لكن إذا حدث وأن أرسلت الولايات المتحدة التحالف الدولي قوات سيكون التحرير أسرع. الموقف الرسمي العراقي برزت عليه علامات الرفض لدخول قوات أمريكية من دون إذن مسبق من الحكومة، ليضاف إلى سلسلة مواقف أخرى من كتلة التحالف الوطني وفصائل المقاومة التي ألمحت إلى الاستعداد لتكرار المواجهة العسكرية مع الأمريكيين. السيادة العراقية خط أحمر، فأي خرق لهذه السيادة من أي جهة هو مرفوض، وهذا الطابع الوطني المفروض أن يتحلى به الجميع ولا يختزل بمكون عن مكون آخر. دور واشنطن في العراق عسكريا وسياسيا بات يوصف من قبل الكثيرين بأنه يندرج ضمن خانة التدخل وليس المساعدة في حل المشكلات، ولا سيما تدخلها في رسم خارطة المعارك واعتراضها على مشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير بعض المدن المحتلة من داعش. يبقى موضوع دخول قوات أمريكية إلى بعض مناطق العراق بداعي الاستشارة ومحاربة داعش محل اختلاف بين القوى العراقية، لكن الرفض سيد الموقف رسميا، فبغداد ترى أنها ليست بحاجة إلى وجود عسكري بري أجنبي على الأرض. محمد الفهد، بغداد، الميادين.